يا هلا فيكم في ترند. نشر سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مقطع فيديو عبر حسابه في الانستغرام أثناء ممارسته رياضة ركوب الخيل مع جلالة الملك المفدى وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة. وأثناء المقطع خاطب سمو الشيخ ناصر بن حمد جلالة الملك المفدى قائلا: الدنيا بخير طال عمرك. ورد جلالته: الحمد لله. ولاقى هالفيديو انتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي في البحرين. كما نشر سموه قصيدة: الدنيا بخير، مهداة إلى جلالة الملك المفدى. نتابع. الدنيا بخير الله يطول عمرك. أقول الدنيا بخير الله يطول عمرك. الحمد لله الحمد لله طال عمرك. الدنيا بخير الله يطول عمرك. أقول الدنيا بخير الله يطول عمرك. الحمد لله الحمد لله طال عمرك. رسالة تحية وتقدير إلى نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي وجهها سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام، شاكراً جهودهم الوطنية في تعزيز الوحدة الوطنية والوعي المجتمعي في هذه الظروف الاستثنائية. نتابع. رسالة تحية وتقدير إلى الجنود المجهولين في نشر الوعي وصد الإشاعات والأخبار المغلوطة. رسالتي إلى نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي: ما في شك بأن العلاقة بين الإعلام الرسمي ووسائل التواصل علاقة مهمة في ظل ما يمر به العالم من ظرف استثنائي. أعتقد التجربة أثبتت أن سمو ولي العهد لما راهن على وعي المجتمع كان عملكم واحد من العوامل الأساسية لكسب هذا الرهان. وجودكم سند لنا ودوركم فاعل ومهم. ما حد يختلف على أن دوركم اليوم ما يقل عن دور جميع الكوادر في مختلف المجالات. أنتم اللي صد الإشاعة عبر نشر الأخبار الموثوقة والرسمية. ما شفنا منكم تسابق على الخبر والظهور الإعلامي بقدر حرصكم على البحرين وأهلها. أنا أعتقد أن نكران الذات جزء من شخصية البحريني أمام وطنه. سبقت الكل بالتطوع دفاعاً عن البحرين بالكلمة الصادقة والخبر الموثوق والوعي الوطني. أنا أعتقد بوجودكم البحرين ما تحتاج مكينة إعلامية للتحذير والتوعية. أنتوا قمتوا بدور وكنتوا فاعل أكبر للتثقيف والتوعية. ساهمتوا في هذه الأيام بروحكم الوطنية والإنسانية تعزيز وحدتنا الوطنية وحطيتوا البحرين فوق كل اعتبار. أنا كمواطن بحريني لكم مني جزيل الشكر. والله يقدرنا وياكم على شرف خدمة البحرين في مختلف المواقف والظروف. أكد لكم أن إحنا كمواطنين ومقيمين جزء فعال في فريق البحرين، ويجب أن نسمو بهذا الوطن بقيادة صاحب الجلالة الملك المفدى أيده الله. نشر الحساب الرسمي لتلفزيون البحرين في الانستغرام فيديو توعوي عن ضرورة عدم نشر أو تصديق الإشاعات وتحري الدقة قبل نشر الأخبار ومتابعة الأخبار من مصادرها الرسمية. نتابع. ايه كلهم ان شاء الله راح نخبرهم. مع السلامة. العبود العبود العبود، سمعت اخر خبر؟ يقول لك حصلوا علاج وبيجربونه على 250 شخص، بس ما اعرف بكم بيبيعونه. ان شاء الله يطلع صج عاد. العبود طلع شكت ويت، شوفها من وين لك الأخبار؟ جروبات لأهل والربع. يا يمعة خليك حريص على الناس، شو بيصير إذا التزمت بالأخبار الرسمية؟ بدأت حملة متكاتفين لأجل سلامة البحرين التابعة للمجلس الأعلى للمرأة تنفيذ الجانب العمل الميداني للحملة اللي قام بتدشينها مؤخراً، وذلك في إطار الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا كوفيد 19 في مملكة البحرين.
وتتضمن هذه المرحلة العمل على توفير وإيصال المساهمات العينية من المستلزمات الاستهلاكية والصحية الضرورية للأسر اللي تعيلها المرأة البحرينية بحسب القوائم التي يعمل المجلس على متابعة ظروفها الحياتية ولمساندة أسر الكوادر الطبية العاملة في الصفوف الأمامية في ظل ما تمر فيه البلاد من ظروف استثنائية. تشارك مملكة البحرين دول العالم بالذكرى السنوية لليوم العالمي للتوعية باضطرابات طيف التوحد في 2 أبريل من كل عام، وذلك لتسليط الضوء على الحاجة للمساعدة في تحسين نوعية حياة الذين يعانون من التوحد كفئة من فئات الأشخاص ذوي العزيمة حتى يتمكنوا من العيش حياة كاملة. البحرين أثبتت بأن الاهتمام بفئة المصابين باضطراب طيف التوحد أو أي فئة أخرى من ذوي الإعاقة ما تقتصر على يوم واحد في السنة، بل هو اهتمام مستمر ومتراكم عبر السنوات والخبرات عشان يأخذ الجميع حقه في الاهتمام والرعاية اللي يستحقها، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الحكومة الموقرة في تذليل كافة الصعاب أمام ذوي العزيمة والفئات غير القادرة على الاندماج الكامل في المجتمع. تصدر واسم جامعة البحرين ترند في تويتر بعد أن أصدر مجلسها مجموعة من القرارات بشأن تقييم الطلبة خلال الفصل الدراسي الثاني، وعبر الطلبة عن سعادتهم وارتياحهم من القرارات اللي منحتهم فرصة الاختيار بين مسارين، وتضمنت التغريدات العديد من الصور ومقاطع الفيديو الفكاهية اللي تعبر عن فرحة الطلبة وتوجهوا بالشكر الجزيل لمجلس الجامعة. وبكذي نكون وصلنا معاكم لختام حلقة اليوم. أتمنى لكم نهاية أسبوع سعيدة تقضونها في البيت مع أهلكم وأحبابكم. أشوفكم على خير.